قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. بفضل الله تعالى تم توزيع 10 وجبات إفطار رمضانية صدقة من محمد محمود سليمان بواريت، وتم التنفيذ في اليمن. فجزى الله الداعم كل خير وكتب الله أجره في الدنيا والآخرة. غير ولا تحتار، افعل لنا الأقوال، كن واضح الأهداف، كن خادما لنا، كن بذل المعروف، كن دائما للإنصاف. اصعد إلى العليا واحذر من التسويف، إن شئت أن تحيا بعد عن الأخطاء، كن ثابتا معطاء، والله لن ينسى عبدا إذا أعطى، والله لن ينسى عبدا إذا أعطى.